بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة، ودرستي كتاب كان لما لعب حي الأرجوزة المئية على أولها محالي لهذا العلامة الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تبارك وتعالى عاوة وهي تاريخ تهي تومكي بشي سفر أما بشي لباد إسلامك كنافر بغل صدن يتضمدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفقسنا صدحي لباتنكي بشي كويتونات لبدا كون يشان يتبانك ميلادية درسي غني ودرسي لحات بإذن الله تبارك وتعالى وعنو كب الله أبنينا درسي غني عاوة بيتك وان كتشو اتشيني أصلاحان كنتنا كب الله ونأي حي وحكى بلابنا وغزوة الأبواء بعد في سفر هذا وفي ثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر وجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر ووجبت فيه الزكاة الفطر من بعد بدر ليال عشر وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البر صلى الله عليه وسلم رقية قبل رجوع السفر زوجه عثمان وعرس الطهري فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأصر وقينقاع غزوهم في الإثر وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة في قطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وزوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد إن شاء الله كنتني سقال أياكو جوجندونا بإذن الله تبارك جل وعلا مؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وحوك بالأبي أو يري وغزوة الأبواء دقال كلادي تري الأبواء أيا دعي بعد أي بعد ما ذكر وحي الله صور شيغي أن هريكو صور شيغني كذب وحا دعي غزوة الأبواء في سفر بش سفر ليري هذا أيا دعي هذا أي افهم هذا أرنك فهم أما وحضر في سفر بين عضي وفي الثانية أي في السنة الثانية سنة كلابات بين عضي هذا أرنك سي افهم أو ففهم أرنك وإن فهمته مر لباب وفي الثانية سنة كلابات وحاد عي الغزو اشتهر دقال كي عان كالنقضي أيا دعي حجابو كدعي إلى بواطن ماشى بواطن ليلة هذو أيو كدعي ثم بدر بواطن حقاي كتالي بواطن خلاصة هذا أكوبا وحي أهي نبي صلى الله عليه وسلم أيا غزى بنفسه نفسي سه أيو نبي أدو لي غزوة الأبواء وأبواء أنهاركوا صومري وشيخ يلي وغزوة الأبواء بعد
وحاكلوا لي هذا ودان سيدي أن هري أن كسو مرمي وهي أول غزوة غزاها بنفسه ودولمات كيوه الرئيي النبي محمد ودولي نبتي صلى الله عليه وآله وسلم علن كمسلمين توحاوه ذي حمزة ابن عبد المطلب أيأوه ذي مقال هذا المدينة وحالك قسو تقي سعد ابن عبادة أيالو قسو تقي مركا نبي قوابحي صلى الله عليه وسلم يعترض عيرا لقريش يعني قريش سفر أي لهيد إنو محال إلى ذا ونبيه ومحال إلى ذا كهرته كدم لوحد قال مدعين فلم يلقى كيدا غزوة سيدة نبيه صلى الله عليه وسلم وحو هشيس كولاق لي نين لي ذا مخش ابن عمر الضمري أو أهمتغى بني ضمرة سيد كوذي أيوها نبيه ساسو كهشيس كولاق لي صلى الله عليه وسلم هرتا دقالك كوبادة لوليهي وغزوة الأبواء هرتا خلاسدي سوى انتا وغزوة الأبواء بعد أياد عي في سفر وفي ثانية أي سنة ثانية أيود عي هذا أرنكا سي إفهم أرنكا فهم بالويري وفي السنة الثانية مرلباد الغزو اشتهر دقالك عنك أهابا دعي إلى بويطة يعني إلى محال إلى بواطن له ماشا بواطن إلى هذا أيو كدعي خلاصة بواطة نبي صلى الله عليه وسلم وحو مقال هذا المدينة اللي ديه تري مدينة اللي له وحو مضح وقرده الصائب ابن عثمان ابن مضعون كدما نبي بواط ماشا أيضا أيو آذي بواطك وحالي لذا وابور أما جبل يعني لمن كان يرير جهينة محالي لذا أدواء ماشا ينبع لي لهذا وشرتبه لي أربعة برد من المدينة أفر أريفوف عمل تقريبا وشرتبه لي لذا المدينة حتى بلغ بواط كد من النبي صلى الله عليه وسلم دب أي أسر النقضي ولم يلقى كيدا أصغى وحدة قال أنجل نبينا عليه الصلاة والسلام وأمد أمركو كله عام بين قطيو دي النبي صلى الله عليه وسلم بأصنب حي وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر دقالك بدر أياد عي بدر كان وبدر الصغرى وبدر الصغرى دقالك اللي لهذوي تأخذ سيدي سنة وحي أهي نبي أياد حي صلى الله عليه وآله وسلم أصغوا سان درسي جيه ورسوه الشيخ نير هذين إياه نين لديه جرى كرز بن جابر الفهري وهذا إسلامي دونه مركي الأمل انتو إسلامي كدبنا فتح مكة لديه دونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه دقالك اللي لديه غزوة بدر الصغرى وحا مسلمين تعالن كأوة ذي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مقال هذا المدينة اللي لديه وحا الله قد لقي إنو سيما من زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصدنا وحيا هاي نينك إلى كرز ابن جابر الفهري أي حول المدينة أي لهايان وفوفي أي قاضي كدبنا نبي صلى الله عليه وسلم مركي الله شاقي يعني وابط البيء وكدبت أي رأوا نبي قارو ماشا لها صفوان بالسين صفوان بفتح السين والفاء ماشا صفوان ليلة هذا وانا ميل قلو متغنى بدر عالك بدر ليلة هذا كدبنا ننك لديه جري كرز ابن جابر الفهري لما جارينا مركا وعرنا كدبنا وإسلامي دونا مركا بواطنا بدرنا ومعنى ذو النوعة وغزوة الأبواء بعد في سفر هذا وفي ثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر وجبت يعني أرنت أولا وجبت وحواجب نغذي سيدوك تحول القبلة قبلة إلا وريتيو في نصف رجب بشتى ضباد إسلام كرجب ليلة هذو إن دحذي ذل وريجيو تانا ديق صغير أيا كسوغا تحول القبلة قبلة إلا وريجيو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وكي نبي اللي قيلي صلى الله عليه وسلم ربي كيلي تبارك وتعالى كدبنا واتي قبلة ذل وريجيي وريجين تقبلة ذل القصص آذو فربضا وأحكام تقاركوذي فقه قلية أيا مركزو قلية تحول القبلة القرآن كالله وكشغي ورسان درسي وركشغينا وأول نسخ في القرآن ونسخ أهري القرآن لنسخه قرآن كدين ناسخ بلاي منسوخ بلاي هاي تارق وعد وصول الفقه لابد راسية
كدنا مؤلف كحيري من تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني من بعدي انت كدبنا وحاد عي ذي العشير أي غزوة العشير غزوة يدو لماذا لا يريد أصيغنا غزوة العشير أي عي وغزوة العشير يا إخواني وتتمة البيض ولا لها أيوه نبي صلى الله عليه وسلم قريش أي كدوا لي وحونا مقالة المدينة اللي يريد مضح وقردقي أبا سلمة بن عبد الأسد صحابي اللي يريده إلى نبي وكدقوا ماشي اللي يريده العشير أو العشيرة أو عشيرة انت بوال ليلي وانا وادي ينبع ماشي اللي يريده تكون حيا لوي هل كأي نبي دقنا خاصة جماد الأولى هي والليالي من جماد الآخرة جماد الأولى هي جماد الآخرة أول كذا أي نبي دقنا صلى الله عليه وسلم هل كأسنا هشيس كولاق علي قبيل كاللي يريده بني مدلج لمن كاللي يريده إي حلفاء ذو بني ضمرة أي نبي هشيس كولاق علي ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا نبي مدينة أي كسر النغضي أصوى واحدة قال دعين مركب من بعد ذي العشيرة أي في وحاد عين تأكدين في ذي العشيرة يعني في غزوة العشيرة أي دعضي يا إخواني وفرض شهر صوم في شعبان وفرض شهر وحصل وحاك لو حصل أو دعي فرض شهر الصوم بش رمضان إلا واجبيي في شعبان بش شعبان ليلة دحذ يذن إلا واجبيي مركا شهر وجوب شهر رمضان سنة اللباد أي أهيد بالأهان بش شعبان بي أهيد سيدا راجحة سونك مركا هوري وان قرنين إن السومي تري عشراء كدبنا سونك أي ألا واجبيي سبحانه جل وعلا الصحابة آد بي أبري تيرين غزواتك إيو سراياتك وحال هذه عجبيي هذا الأوليه زين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم قالوا إن كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن وحال لبري تيري غزواتك نبي أقلي إيا سراياتك قالوا سن النبي ولا سعونين ايا سري ليلى عدو النبي ولا سعودنا غزوه ليلى ساس سدا عامك اهل سيركو اي كو كلا سارانه كما نعلم سوره في القران سدا قران كان لو برو او كله ايانا لو بري جيري غزواتكم النبي صلى الله عليه وسلم ودولي ادي اد بافر بنايين و خوليه هي ابي اسحاق السبيعي و خوليه قلت لزيد بن ارقم صحابي جاسا وحان ويديي كم غزا رسول الله ما قد قال النبي قاضي قال 19 سقال إيه طبعا قلت كم غزوت أنت معه ما قال يا رعضي قال 17 تضمية طبعا غزوة أي الرعي بخاري أي مسلم أي سوقورين أي قصدا صيادة لكن ابن حجر عسقلاني وحوليه أصوي حديث كأن صوشا إن هذا الشرح 19 وحلولك إذا مراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه يعني غزوات كي النبي الراعي صلى الله عليه وسلم سواء قاتل أم لم يقاتل أما الدقال هدعه أما يصدعين سيدا دا سومريني بواطن إيو محالي دا سومريني دا دقال مدعين لكن وحيوك مركة كينا هذا لا أذف ربضا وركته إلى بإذن الله تبارك جل وعلا سيدا أكل مؤلف رحمه الله وحيلي وأبيتك كنت ليكوب هذه والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر دي هلك وحالك قل يا موضوع هذا بلارا وآدي آدو وين رعانتي كتبت وين مركي الله تقرى إن آدي آدو لوفا فاهي مضن لكن قرآنك إلهي وآدو غاح الله وأنا أول غزوة ومحاليا معركية بلا أي كرد عضي وفرقان يوم الفرقان وإلهي النصر كسي تبارك وتعالى مسلمين لقونا حسي قرآن كالسنة إيا تاريخ إنت ما تريسنا إلى يوم القيامة مسلمين عزي شرف أكوينيسة دقالك وحالي لذا غزوة الكبرى البدر الكبرى دقالك كوباد ويناء بدرت وينيد نعي نبي صلى الله عليه وسلم أو كقيم قلي غزوة سيدة كوبا سيدة كتاب كينا شارحة
شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن رحمه الله رضي الله رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري حفظه الله وحليه وهي أولى الغزوات الكبار وهذا الذي وجوه الرئي ووينا إسلام كدعي أي ليهي وحال دقالك وكدعي مسلمين تي ونبي محمد هجامين صلى الله عليه وسلم إيا كفار قريش أي دقالك أصيغا كدعي أسلهان وحوها محال إذا عيدا وهجامين يا أما سفر وهجامين يا سفيان أبو سفيان أو قريش أو مكان كسعودي أي النبي صلى الله عليه وسلم وحقودري عيدا يؤدري دقال كنا هلك أي كدعي الدونا ماشي بدر ليلة هذا وخسد القرآن كو آذي آذ أفافيه خلاصة إذا دان صاكبنا نبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة وحي آيان صدح بقول إيا النيف صدح بقول إيا نور يتمر أي آيان قال دونا قرابة ألف كن أي كل نوايين وهكذا أي الله تبارك جل وعلا وحوسي المسلمين تنصر عجائب بدن أيوسي قال هذا تضبات ما لقيت لي تضبات أن نرلب على قصة وقبتي ماشا بدر أيونا دقالكو كان نعي كدب نواكوي لسكسي دين دونه تضبات أنك ومحالي في ديال لقا قاتي سيدا قرآن كبت المامي إنك استوى مسألة النبي قال لقو عناتي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون يكون لو أسرى أن تكون لو أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم بركة دقالك دقال القرآن وكور رمي وغزوة بدر الكبرى الليلة هذا ما يلبضن الوفا فاهي أي أيو دقالك أسقا وها بركة مؤلف كوحو كسوك ورحمه الله والغزوة الكبرى وحاد عيئك لي والغزوة الكبرى دقالك بدر التي دقال كاسو بد ببدر أي في بدر بدر كدعي أو قرمو دعي في الصوم صوم كأيو صوم كدحديسة أيو أها دقال كاسقا في الصوم أيو أهايو دقال كصوم دحدي أيو دعي قرمنا في سابع عشر الشهري مركي بشهر رمضان تضبيه تمناهي ألقى وحكو وشيقي غزوة المقع هذا إن بدر ليلة هذا الكبرى ماشي لواعيل سيدو كلا إني الصوم أهيد بو شيغي سيدو كلا إني تضبية طبانكي بيش اللي يرادو الصوم نحن هذا إنو نعي أيو مؤلف كنو شيغي رحمه الله تبارك وتعالى دقالك أساقة دي علماتو مركي كهال ليان ديوا وأدونا لسوكو بكرين قرانك إلهي تبارك وتعالى وكتل المامي إيا سيدو إلهي قرانك أغسو دتشي إيا نصرق إلهي مسلمين تسيي تبارك وتعالى لكن سيدا الشيخ أسو قابيي وهل بيد أسو قابيي وأنا أسو قابيي إن شاء الله والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهري في سابع عشر الشهري مؤلف كوحوك الويلي بيتك كنت لي الله ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فدري وغير ووجبت وحا واجبتي ووجبت وحا واجبتي زكاة الفطر فطري زكاة الليلة زكاة المالك زكاة الفطر الليلة هذو أيا واجبتي الله يا رسول بواجبيي فيه في رمضان رمضان كدحدي سانة لواجبيي فيه ذا ضميرك وحلو علنا يا رمضان كدحدي سا ووجبت زكاة الفطر وحا واجبتي زكاة الليلة زكاة الفطر او رمضان كمركي لصو صومنا مال انتاسي محال الى عيد الله بحيو وليبا انتا صلاة لآذن الله بحيو زكاة الفطر انتا صلاة لآذن زكاة الى زكاة الفطر محال الى هذا ووجبت فيه زكاة الفطر زكاة زكاة الفطر ايا الله بحيا ووجبت فيه زكاة الفطر فيه في رمضان رمضان كان لحديثه أيا زكاة لبحية صاعا من طعام على الصغير والكبير الذكر والأنثى والحر والعبد سيد عبد الله بن عمر حديث كيزه زكاة الفطر زكاة البدن نوال إلى هذا ووجبت زكاة الفطر فيه أي في رمضان من بعد بدر دقال كي بدر كذب أيا ولا واجبية قرمة بليال عشر هبين طمرة
يعني دجال كي بدر مركي لقصه النقضي كدي تقريبا تبنها بين كدي أي زكاة البدنك أما زكاة الفطر لواجبيه ساس مؤلف كي رحمه الله تبارك وتعالى زكاة الفطر قال هي زكاة المال كالبضوة وقت ياسر لو في الجبين وحويلي وفي زكاة المال خلف فدري وفي زكاة المال زكاة اللي هذا زكاة المال كان خلف وقت الواجب خلاف كتشرة فدري أرنك أغو زكاة المال كا ما إسلا وقت ياسر الواجبيي مسا مركا لا الواجبيي خلاف كعلوم هذا أي سوقوري وحويلي وفي زكاة المال حولها الزكاة اللي قبل حيانا خلف خلاف كتشرة فدري أرنت أغو يعني خلف بمعنى خلاف بين أهل العلم علماء ماذا نحضر خلاف كتشرة متى فرضت قرماء يالواجبيي وقد قال جماعة من أهل العلم إنها كانت في السنة الثانية من هجرة النبي سنة كلا بدبا اللواجبيي علماء ماذا قاربا يلي ابن كثير سبداية والنهاية وحكولها البداية والنهاية وفي هذه السنة كما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب زكاة لا يقان يعني المحال إذا وح سلو بحيال أو نصابك زكاة نصابك له وقت يصيد الواجبية فعلم فدري فعلم أرنك أغو أيوك يلي مركب مؤلف رحمه الله لك خلافة كتربي وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البري وحادمتي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم نبي جبدي سي ايادمتي نبي البري ونكسنا بارغا اها نبي ونكسنا بارغا اها جبدي سي ايادمتي رقية احيت يعني جبدي دمتي ورقية رضي الله تعالى عنها وارضاها رقية احيت جبدا رقية اللي يدهدو او احيت ابنة النبي نبي جبدي سي صلى الله عليه وسلم النبي البر ونرسلاء بارقها جبدي سي ايادمتي رقية رقية احيت قرما أيدي دمتي قبل رجوع السفر نبيغو انتو سنكسو نقودين سفركي سفركا وغزوة بدر هل كايسو كردافن قبل رجوع غزوة بدر أذيغو يري أو كلاوي قبل رجوع السفر أي قبل رجوع غزوة بدر دقال كي بدر أو نبيغو آذي انتو سنكسو نقودين أيّ دمتي جبرد ليده رقية النبي قول صلى الله عليه وآله وسلم قبل رجوع السفر أي قبل رجوع الجيش الذين سافروا للقتال إلى المدينة والنبي لما انتهت المعركة محايا النبي مركو معركة أي دماتي صدح ما الموت بوسيتشوغي عليه الصلاة والسلام عادي سنة ساس بي أهانجرتي كدبنا وحصون نقضي سفر كمركي لقى صون نقضي أي محل إذا أنتو صون نقنين بلوشي إذا سفرك أي قبل رجوع السفر أي قبل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أولي بدر شوق أي قبر نادي متي كدبنا مؤلف وحوي رحمه الله تبارك وتعالى زوجة عثمان أهيت مركا قبرني رقية وزوجة عثمان بن عفان زوجتي سي أيا دمتي أو قبل دمتي ورقية صوما نبي قال علي صوما صلى الله عليه وسلم مركا وحاله بريا قبل الرقية اللي إلى قبل دمتورت ورقية وقت قبل دمتين وقبل رجوع السفر نبي قلت سبدر كسون نقونين قبل يا قبي زوجة عثمان بن عفان زوجتي سي أحيت
يعني عثمان بن عفان بقبي انت اسال لقوقو بري وحيري وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان عثمان بن عفان زوجتي سي ايادمتي اهي رقية رضي الله تعالى عنها ورضي الله عن عثمان وعرس الطهر فاطمة وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأصل وحوك لو مؤلف رحمه الله تعالى وحصل وحاك لو حصلي وقت قاس يضاء ومركي دقالكي بدر محالي لذا لقصه النقضية وحصل وحا حصلي عرس الطهر يعني طهرك طهرك هي عفظة هي نورسونانتا هي الشرفتا أروس كذي أروس كيساس أها أروس كي لغوتي المامي عرس الطهري يعني أروس كي أما الطهري هي عفيف لماذا أروس كيسي أيا حسلي فاطمة فاطمة لقورسدي على علي القدري علي شرفت بدنان لوغوريي مؤلف رحمه الله مركو كسو هادلي غيريدي غبدي رقيه يا وقتي اي دعدي ايو نو شيغيا اسلا وقتي اسنا وحا لا غورسدي فاطمه ايا لا غورسدي في يعني بعد غزوه بدر معركه بدر بعد معركه بدر وحا كلو حصلي عرس الطهري يعني المرأة العفيفة الطاهرة قبدي دور صوريد عفيفة أهي أروس كذي أياد نعي فاطمة فاطمة أيال لقوريي والنبي قول علي صلى الله عليه وسلم وحال لقوري على علي القدر قدري علي شرفت بناية أي على رفيع المكانة وعلي وعلي المنزلة يعني المنزلة علي نبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أيال لقوري بوليه ويشهد لكون زواج علي بفاطمة كان بعد غزوة بدر في الصحيحين أن عليا كان له شارف أي ناقة سيدي أقول سيدي إبو هذا هلقا كجل إياه شارحه لكن وكسو علينا إن شاء الله تعالى وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهري أي وحصل وحا حصلي أو دعي عرس الطهري أي المرأة العفيفة تي دور صوريد أروس كذي فاطمة 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 أهي لون قوري على علي القدري علي شرفت بدنا وأسلم العباس بعد الأصر عباس بن عبد المطلب أي إسلامي قفال شوكد مركي الله سوى قفال شيء وعلي بن أبي عباس بن عبد المطلب وحكم ذاها ونبي أذيرك يا صلى الله عليه وسلم ضدك بدر لقصة وقفة شيء ولما دونه يسكو خلافين طبعا يسكو خلافين عباس بن عبد المطلب مركي بدر لقصة وقفة سنة يما مسلم وها ما قدال أصوى مسلمة لقصة وقفة شيء مثل مركي لقصة وقفة شيء كذبوا إسلام هذه سجورية إن يروا مقطعة أو متغنى عش عبد الرزاق رحمه الله حفظه الله أوت المعنويين واختلف في وقت إسلامي ولا سكون ما عندنا في وقته إسلامي فقيل وحال يلي إنه أسلم بعد الأصر توقيل وحال يلي مركو لصوقة فاشي كذبوا إسلامي وبه جزم الناظم كتابك كتابك وناظمك هي كتابك شيء قرن أساسه قامي وقيل إنه أسلم قبل ذلك وحاك لولا الشيء إنه هري إسلام أها لكن وقرسني وجاء مع جيش المشركين في هذه الغزوة مكرها لكن قصب بالله كيري وكان يخفي إسلامه إسلام مدي سنة وقرني ويشهد لذلك لما ما رواه الإمام أحمد أرنك وحاسيح وجيني وأرنك الدنبئة إنه إسلام مدي سنة قرسني مركز دمنا سوى مكره لكيني وغيره أنه قال إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني يعني وحويان
وحان أهابو إلى مسلم قبل ذلك لكن ويسو قصبين على كل حال ومسلا يسكو خلافين محل كأذي وقت جيدة أي علماء أي كان يقاشين شيخ محمود شبل بحث هذا ونقسم بموضوع كله هاي هل نقول نغضو أحد كتابه أمرك أقري مؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وحيري وقين قاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر وقين قاع سيدوك لو حاد عي غزوة بني قينقاع يعني الدقالك اللي قو قاضي نمك اللي إذا ذو بنو قينقاع بنو قينقاع ومحاتهين وقبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة صدح ذي قبيل الدقنا مدينة أي يهودها قبيل كمذوي وأنا قرأت وجوه الرئيسي أو نبي محمد بلنت أو غب حضي صلى الله عليه وسلم محايا اليهود وأهل غدر ونفاق وحاوي وانما لقوية قانا بلنك بحا إيا أورك قال لماذا أو وحا يموتي سنة يا وحا أورك أيكوها يام باكدر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ورب كتل ماما يقال هذا أورن خاصة يهود ركنيمان كاسي صدح القرى وحيان بني قينقاع يا بنو نظير يا بنو قريظة صدح القرى أي أهايين إلينا قرآن كيسو كت المامي سبحانه وتعالى وقينقاع نمان كقينقاع ليلة هذو غزوهم دقال كوذي أياد نعي في الإثر أي في إثر غزوة البدر دقال كبدر مركو نعي قداشي سبا يعني دقال كي بدر مرد عاي او نمان كي قريش ملالات دقال لماي نمان كان نهشيس من لقولت شري او بني قينقاع يا بني نظير يا بني قريضة بني قريضة نبي قو هشيس بولق علي صلى الله عليه وآله وسلم مركاس اسنه المانتا ايو نبي محمد شلعسين يهي بلانت اوغا بحا دي بلانك بحانا قصة دير بيلا حي وقينقاع مركا نبي قو دقال بو كو قاضيو إلهي باقع أنت السركسي وقين قاع قبيلة انهير يهود بني قين قاع ليلهدنا غزوهم دقال كوذين وحو حصلي أودعي في الإثر أي في إثر غزوة البدر دقال كبدر مركو دعي قداشيسي ولذلك وحان نري قين قاع وقبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها نبي مركو مدينة وهاجري أي قلضة أي قال له الشيء وتمت بينه وبينهم معاهدة هشيس ما نحمري وكتب بذلك كتاب هشيس ما لقرتي وكان بني قينقاع أول قبائل اليهود نقضا للعهد قرد أبوه ريسو بلن ككب حضي بي أحيد فغزاهم النبي في إثر غزوة بدر مركز النبي كدو لي صلى الله عليه وسلم انت هري وأنك أسو الشيغني كدبنا وحجر مؤلف كدقال كمركو دعي وقزوة دعضو لقاعد كذي كدب وبعد ضحى يوم عيد النحر وبعد انت كذب ايا ضحى نبي وحوق ورعي اضحي يستي يعني عيد الاضحى ما هي اللي دغال كان مره لغا سو فارو قيبا وحو اها بش شوال ليله هذو ايو برتن كادي مركي مريس ابو قلدا هريرها كقبتي سوين شان يتبن هبين بونا نبيه إسويرك كهيي صلى الله عليه وسلم إلى أي كدنا لتبيش لذا ذي القعدة كدبنا إلهي الرعب إي عبسيبه كره ذي سبحانه جل وعلا كدبنا دوحا لقاري ذي الحجة أيال لقاري وبعد ضحى يوم عيد النحر ومكا ذي الحجة لقاري كدبنا وقتي وحال قاري عيد بالقاري عيد الأضحى وبعد انت كدب
ضحى نبيك وأضحيه وقورعي يوم عيد النحر ما لنتي تبنات عيد الذي ترى عيد الأضحى طبن كذي وعيد النحر ساسا لقوة ضايه أي نبي وحوق ورعي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين لبوان أو نردرن أي نبي وقورعي صلى الله عليه وآله وسلم بيتك كنتني يتضبط وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في ثالثة المشتهرة هلك المؤلف رحمه الله وحنوش يا أوكلاء غزوة دعضي قول لي هذا غزوة السويق لكن رؤانتي مركي التاريخ ذا كتب تصير هذا دي بلغو النغضو ما أهين غزوة مستقلة دولمات قوني أما أهين دولان قوني أما أهين لكن قصاد السيدة صور صعتي قد عضي دقال كي بدر مركي لغو كلب حي رير قريشي دي رير قالنا لغا أتكاضي تضباتنا اللي قد لي تضباتنا النور اللي قبطي أيانينك أبو سفيان لديه جري مركو كفار وقريش وكلان نغضي إلا تشبيي وبدر أي بيور أي كسر راعضي أيان نذر ألا يغسل رأسه بالماء وحكو النذر إنو سلمذحي سبيا مرينين حتى ينتقم إنتو أرغوست نذر بوكو قال شرطي وحايق النذر أبو يلي إلى أن مدح يدبي مرين وقبي سنين إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه أصحابه أن كسو أرغوستو كدبنا وحو دياري عيدا لبب قل أو فرد فول كي يغفر الصفولة أيو دياري مقال هذا المدينة اللي إلى هذو أي حق النجدي حق هذا كغا إمادين كدبنا نبي أرنت سوق دي صلى الله عليه وسلم مر الله مرك أي نبي أرنت أي سوق دي عليه الصلاة والسلام نبي مرك وابحي أسقو الرادين إياه مقال هذا المدينة اللي إلى هذا أبا لبابة سحابي اللي إلى هذا باللوغة تجي إلى النبي كجارو صلى الله عليه وسلم ماشي اللي إلى هذا قرقرة الكدر ماشي اللي أما قرقرة الكدري ماشي اللي إلى هذا مركا أو جاري نمكا أيجا أما نمكي أبو سفيان يوحو جامين أي وي بحين وي عررين كدبنا النبي صلى الله عليه وسلم دب أي أسر نقضي عليه الصلاة والسلام سادر أدب غزوة لقوم الغالي أي غزوة مستقلة أما أهينة ساسي أود علي مركوا غزوة السويق ثم قرقرة يعني أي ثم وصل نبي وحوقر قاري وحوقر صلى الله عليه وسلم قرقرة الكدري ماشي قرقرة الكدري اللي هذا أيو قاري عليه الصلاة والسلام ترى محال لقوم الغالي مركز سؤاشة تالو حاوي محال لو قم عابي السويق محال لو قم عابي سويق سمحال إلى هذا أنا بدو حيدا هان سويق وحال إلى هذا قم حقة دقي محال إلى باشا إلى هذا مركل الشيء ذو دقي مركل الشيء ذو باشا قم حقة لو يقانو مركل الشيء ذو أيال إلى هذا السويق يعني باشا نبي كل وعشة محايد مركل عادي قبندي ما غير هذا قبندي ده وقبندي للشيذي مركن إنك لقبندي للشيذي بعصاي واحد أبو سفيان يعيد كيس مر الله مركو أجدين ونبي محمد صوص على صلى الله عليه وسلم وحود هذه أجديد كقوة وكد هذه عنتذي الشيذني مركو النوع في الصدا ضد كذا قال الله يسافر كنار قال يبقاته مركي بهاش إلا للدوبة مركو رولي ما وين للدوبة مركي للدوبة للدوبة أيه للشيدة مركي نوع ما أيضا أو بسل أو سيدا هذا كون فلكس كوك على عمل أبونش عمله أيه أنتي أفكر لك شدة بيها اللي وعبا مرك مركي نوع عسى يلو يستعمالي كلين مركي أورت اللي جرى ريرا علي اسمها أو واحد كبونش عمله مركي لا علي أنا قشم بضم بيكسين إيسا marka ne walba in baa la siiyaa biyana waa la siiyaa wuu cunaa kadibna biyaha ayuu ku cabaa suusan qofka dagaalamaya u gaajoonin
مركب محي سبيان وحي داديين انتظي بي داديين وشيدد أبو سفيان وحي أهيد رضي الله تعالى عنه دي مركب قلبه أهاية إني بلكو مشغولانه بل وحل الدادية أركعه كد من أهو انت محالي لذا وحل الدادية انتظن إيو إنو مركب أصيع عراره مركب ساسا اللوغو مقع داري فعل كأوسميي إي انتظن أو دادية باللوغو مقع داري مركب الشيخ روات المامة يوحو ليهي محالي لذا نكلي لذا أبو سفيان وقد فاته أبو سفيان وكان أبو سفيان ومن معه وهم في الطريق فارين يلقون أزودتهم صهيد ذأي توريا التي فيها السويق وهو القمح المطحون وحوي وبهشا سول الشيذي سي أي متغانا أعرران مركي صحابة أرنتنا يضاء أيكم مشغولان مركي محوين البيت كاسي وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة هذا صارت كصدحات بنت كجري وحيري وحيري والغزو دقالك أيا دعي المشتهري المشتهرة دقالك عنك أيا دعي في الثالثة صارت كصدحات أيا دعي والغزو دقالك أيا دعي المشتهرة دقالك عنك أيا دعي في السنة في الثالثة أي في السنة الثالثة سنة كي صدحاد أيو دعي يعني ويسو سعطها دقال الله سو إمامك وإشار أيو ودقال نوره إزدبي الله لكن حكو إشار أيو والغزو دقالك أيا دعي المشتهرة عنك النقضة المشتهرة في الثالثة يعني سنة كي صدحاد دقال الله معروفة دعي بروينه كله كلمة مركب السوق هو سنة كي صدحاد دقال الله عنا أيا دعي وحكى بالله يا في غطفان وبني سليم وأم كرثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصة ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد هل كاسك وشوشين دولا بيتك اللي حاد قيبتي ثم غزا إلى أحد أيام كوشوشين دولا هذه الليلة في غطفان يعني غزوة غطفان دقى الله ذي هذا أكويري محالي لذا والغزو في الثالثة المشتهرة أيوب بالله بصمة أي الغزوات يعني والغزو أي الغزوات بادعي المشتهرة أعانى في الثالثة أي في السنة الثالثة وحكى بالله في غطفان أي غزوة غطفان دقالك أيا دعي لقو قاضي قبيلك أما قرض إلى رير بني غطفان غزوة ذي أمر نوالي هذا أيضا شذن وجر أمر أيضا وجر تا دقالك وحكونا عي نبي جانا صلى الله عليه وسلم أي وحو آذي جهدا إيا منطقة إيا قرضا دقنائنا ومن جهة النجد وحاك لو ليلة هذا وحيو نوي منطقة اللي هذا النخيل ومنطقة ومدينة حقا شرقية كحكته بقول إيا لباتن كيلومتر سنة كنا سنة كي صدحات أيوها كدبنا فأقام هناك سفرا كله بيش السفر أردن أيو نبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ولم يلقى كيدا أي ولم يلقى حربا مركب دقال كمدعين مركب النبي واضح صلى الله عليه وسلم لمن كان ربني قطع وحو هذه لمن كان ربني قطع فانه حق نتين كلا لكن واحد قال ما دعين مركب ومشكو مالف كلي رحمه الله في غطفان أي في غزوة محال إلى الغطفان يعني ذي مر نوالي لهذا وبني سليم سيدوك لغزوة بني سليم لمن كان ربني سليم أيقنا وحي أهيد دقال سيداس أوكلاء والنبي صلى الله عليه وسلم الأسرة واحدة على أسكدعن ولم يلقى حربا سيانوسو قابلنا مركاسي في غطفان أي في غزوة غطفان وبني سليم إيا وفي غزوة بني سليم لبدا بسنة كصدحات بيدعين لكن واحد يقوم الدادن مركاسو مالف كذلك وأم كلثوم قابلنا ليلة أم كلثوم والنبي قلت علي
ابنة الكريم أهيد يعني جبدة لأم كرثوم أو ابنة الكريم نبي جبدة صلى الله عليه وسلم زوج عثمان نبي عثمان أي أجوري بها أيضا زوج عثمان نبي أجوري عثمان بأجوري بها جبدة ليلى أم كرثوم وخصه ولبا نبي واكو خاصية لي وحكوا ذا وخصه شرفت أيضا إنه لبقى بنوض أو نبي قلت علي لبقى بنوض أو نبي قلت علي إنه عثمان قرسده أرنت أسي وخاصية هل سحابي أسلو ذاقن هل سحابي أسلو ذاقن وصوى شغني رقية صمينا صمرين قبل لبقى وأم كلثوم هل سحابي أو صحابة النبي كمدة صلى الله عليه وسلم أو قرسد اللبا قبل هذا النبي قد لا يمتشره أبدا وارك وخصه شرفت أسي وحاله خاصي إلي عثمان نبي قال ياكو خاصي إلي صلى الله عليه وآله وسلم إذن بيتك الله بيت كي هوري لين قيمتي صدن بي وحوك لها اللي قبل لي أم كرثوم النبي قد لا ي صفحة محل بيتك كنتون يساقان عنده زوج عثمان بها وخصة قيمتي سهرة سيدا إشارة هذا ما تكون أركيسان ولكن نوم أمولي زوج عثمان بها وخصة زوج عثمان بها وخصة بيتك كنتن يساقان قيمتي سدا بغيري ثم تزوج النبي حفصة سنتك صدحا ثم انت كذب تزوج النبي نبي قواه قرسدي حفصة بنت عمر حفصة أي نبي قرسدي صلى الله عليه وسلم وزينبا وبيتك الإحذانات بيتك الإحذانات وزينبا قبلنا الزينبا اللي إلي هذانا نبي قواه قرسدي صلى الله عليه وسلم قبلنا حفصة اللي إلي هذا كسو أرورنا يا مركو قرسدي نبي صلى الله عليه وسلم قصة عجائبة ضنبي لهي مركي حفصة من كذي قول انتي أي محل إلى هذا عمر وحوتي أبو بكر وحوتي عثمان أصلا مذول بقبلي سأوب بندقية وحير أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة عمر باشا كيسرين شاكيني عثمان بنوتي وقبلنا إذا حفصة أوب بندقية حالي نينك وناك سنقبض هذا ولا لنفس هذا أنا قلت سوما لدي عيب بانو أرغنا إلا ما أنت إنت هذا أتكتو نين إلا ودو نيو ويلكاك قبض هذا إيسي محايا ويلكاك وناك بان كتو ميا عيب ما لكن أنا قلت عيب بانو أرغنا قبض سوق ويدي بانو هيسانا ساسو ما لكن واشرف وايو أبوه ومسؤول بارك قبض لي سوينو وحر الضياء قبل لي سوينه من أورادية نور أكسنا دو أركينو له ورويل كاجا ما عن حديدنه إنه هو واحد في عوي فقال عمر وحوي لأتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفص حفصة يروبا لقي فقال سأنظر في أمري بل وصف وصوت شبكير كذبنا هبينا أيان شوغيبي كذبنا وحلقوا الميبو يلي وإيه ميد بيرارت وإلى كرمة وحوقي لقد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا ما أنت أنشوق نو وحا إلى موقتي إلى نقبرنا حفصة قرسين كريم عثمان براهي كد ابن عمر وحوقي لي أبو بكر باروتك وحاكوري بل إن شيء تتزوجت أزوجتك حفصة هذا دونت نيهو قبرنا إذا حفصة أنكو قرنية فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وآمصيه جواب إمسو علينين كذبنا وانو عراضي بيلي عثمان مرك الله في ريو وحبا عثمان كما سوق قال لكن أبو بكر وانو عراضي حوقا مركا انشوقي ثم خطبها رسول الله فانكحتها إياه نبقى إلا صدقنا وانو قولي كذبان أبو بكر لكل مي أبو بكر باوحيقين لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا ملقيا بادين هذه عراضي مركا تقبرنا هذا إيسو بندكتي انكو جوابي واي عمر وحوقيني قلت نعم ها أبو بكر وحيري فإنه لم يمنعني
أن أرجع إليك فيما عرضت علي وحديثة وبندقت إنا جوابك وسوء عليه وحكى لإمدي إذن إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها وحانه يا نبي إنه حفصد ربي أو شيك شيكي فلما كن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز سرت النبي مدفع فينا يا ما هين كو ولو تركها رسول الله قبلتها ما يكون مده كرو صوما ها نكون مده كرو ها هدان كنه النبي المقلي أصغو شيك شيكي عليه الصلاة والسلام وخلط ما يراكم هذه كراه هذه النبي جو إسكت دين لها إن الفرصة إيجفتو أيان كبق أي أيوي وزينبا النبي جو زينب أيوج جرسدي بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أيوج جرسدي ابن إسحاق حليه ثم تزوج رسول الله بعد حفصة زينب ابنة خزيمة الهلالية أم المساكين قبل أم المساكين أي لديه شري رضي الله تعالى عنها وأرضها وحن درسي هنا كبل عبدونا إن شاء الله همين دنبا ثم غزا إلى أحد إلى أحد في شهر شوال فأسأل الله تبارك وتعالى الله حاودي سنة إنه نقو أنفع إنتاس أنو قاضني عاو أنو كأكين إن شاء الله تعالى هدي الليلة والله أعلم والعلم عند الله.